معلومة طقسية، طقس صلوات اليوم فريحي، صلوات الأجبية بالقداس حتى الساعة السادسة. الصوم لا يصام لأنه فطر كامل. الألحان فاي بيبي وتايشوري، ويقال لأنك أتيت وخلصتنا، بالإضافة إلى ألحان النيروز. القراءات تقرأ فصول اليوم من القطمارس السنوي. الأوشية الموسمية المياه. التوزيع المزمور الماء والخمسون والمدائح بالطريقة الفريحي. ختام الصلوات: بارك إكليل السنة بصلاحك يا رب، الأنهار والينابيع والزروع والأثمار. باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. اليوم الخامس من شهر توت المبارك، أحسن الرب استقباله وأعاده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا آبائي وإخوتي، آمين. في هذا اليوم من القرن الثاني المسيحي استشهدت القديسة صوفية. ولدت هذه القديسة في منف، وعرفت السيد المسيح واعتمدت على يد أسقفها، وقد سألها كلوديوس الوالي عن إيمانها فأقرت أنها مسيحية، فقام بتعذيبها. ولما رأى الوالي إصرارها على إيمانها قطع رأسها، فنالت إكليل الشهادة. وفي عيدها كانوا ينظرون نوراً عظيماً يشع من جسدها، وقد نقل الملك قسطنطين جسدها الطاهر إلى القسطنطينية، حيث بنى فوقه كنيسة سميت باسم آجيا صوفية. وفي الوقت الحاضر تحولت هذه الكنيسة إلى متحف بسبب روعة معمارها، ولا زالت تحمل اسم القديسة صوفية. بركة صلواتها فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا، آمين. من مزامير أبينا داود النبي بركاته على جميعنا، يدخلنا إلى الملك عذارى في إثرها، جميع أقربائها إليه يقدمنا، يبلغنا بفرح وابتهاج، يدخلنا إلى هيكل الملك. الإنجيل المقدس. فصل من إنجيل معلمنا مار متى البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا. حينئذ يشبه ملكوت السماوات عشر عذارى أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس، وكان خمس منهن حاكمات وخمس جاهلات، أما الجاهلات فأخذنا مصابيحهن
ولم يأخذنا معهن زيتا. وأما الحاكمات فأخذن زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن. وفيما أبطأ العريسون عسنا جميعهن ونمنا، ففي نصف الليل صار صراخ هوذا العريس مقبل، فخرجنا للقائه. فقامت جميع أولئك العذارى وأصلحنا مصابيحهن. فقالت الجاهلات للحاكمات أعطننا من زيتكن، فإن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحاكمات قائلات لعله لا يكفي لنا ولكنا، بل اذهبنا إلى الباعة وابتعنا لكنا. وفيما هن ذائبات ليبتعن جاء العريس، والمستعدات دخلن معه إلى العرس وأغلق الباب. أخيرا جاءت بقية العذارى أيضا قائلات يا سيد يا سيد افتح لنا. فأجاب وقال الحق أقول لكنا، إني ما أعرفكنا. فاصهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة. والمجد لله دائماً. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. قراءه السبت 15/9/2018 قبط 5 توت. النهارده لينا رساله شخصيه ورساله ربنا لينا النهارده، وكل يوم ربنا بيبعت رساله خاصه ورساله ليك بالاسم. رساله النهارده ربنا بيقول لك اخبار الزيت والاعمال الحسنه، اخبار الاواني بتاعتك هل هي فيها زيت مقدس هتستقبل بها العريس، ولا الاواني بتاعتك فارغه ولسه هتروح تشتري الزيت عشان تقابل العريس. هل ليك اعمال كويسة؟ الزيت هنا بيساوي الأعمال الحسنة، الأعمال الكويسة. كل ما يكون أعمالك رصيدك في الأعمال الكويسة كتير، هو ده الزيت اللي هيتحط في الإناء عشان ينور للعريس، ينور للسيد المسيح، وإنت تكون مستعد للقاء العريس بالزيت الموجود في الإناء. ربنا بيقول لك أخبار الأعمال الحسنة إيه النهاردة؟ إنت رصيدك إيه؟ في مزمور عشية بيقول باركوا الله، باركوا الله. لما نبارك ربنا دي من ضمن الرصيد لينا لنزود شوية زيت في الإناء بتاعنا، وإحنا نبارك ربنا ونسبح ربنا كل وقت، ونقول يا رب هو ده رصيدنا في الزيت المقدس عشان نكون في الإناء.
بارك ربنا واشبع من التسبيح مع ربنا، واقرا الانجيل المقدس، هو ده كله رصيد. اقرا وصلي واحفظ سير القديسين، قم باعمال خير ليل ونهار. السيد المسيح كان يقول يصنع خيرا، كان يقول يصنع خيرا عشان يعلمنا ان احنا في اي مكان ان احنا نعمل الخير، وان هو ده هيكون الزيت بتاعنا اللي هيشرفنا ان احنا ننور بيه المصباح بتاعنا. كمان في انجيل عشية، في انجيل معلمنا متى بيقول كده عن حادثة المرأة ساكبة الطيب، ودايما في ناس كتير بتعمل زي ما عملوا التلاميذ، بيقولوا لما هي سكبت الطيب على السيد المسيح بيقول فلما رأى تلاميذه ذلك اغتاظوا قائلين لماذا كان هذا الإتلاف. كتير مننا بنقابل شخصيات في حياتنا ما عندهمش غير الانتقاد، ما عندهمش غير ان هم يحاسبوا الناس بس، ما يعملوش خير، ان هم يقولوا ليه عمل كده وليه ودد. لو حد عايز يودي فلوس هنا يساعد إخوة الرب يقولوا ليه ما وديناش الإنشاءات، لو حد ودى الإنشاءات مثلا يقولوا ليه ما وديناش إخوة الرب، لو ودينا هنا ونلاقي ناس مجرد هم قاعدين يحاسبوا كل واحد بيعمل خير. اغتاظوا اغتاظوا قائلين لماذا كان هذا الإتلاف. ربنا سيد المسيح قال لهم لماذا تتعبون المرأة، ليه بنكون سبب تعب لكل واحد بيعمل خير؟ يا ريت نعمل خير زي ما عملت ساكبة الطيب كده. الله هو الديان العادل، فاحص القلوب، فاحص الكلى، الله يرى ويسمع، ربنا هو اللي بيحاسب ويجازي كل واحد حسب أعماله. هي اهتمت ان تهتم بالعريس السماوي وسكبت الطيب عشان الزيت بتاعها والمصباح بتاعها يبقى مضيء. كمان يكلمنا السيد المسيح في إنجيل عشية بيقول قد عملت بي عملا حسنا. ربنا بيقدر أي عمل بسيط ويقدر أي حاجة إحنا بنعملها عشان خاطر ربنا. لو رحت القداس بدري ربنا بيقدر ويقول لك أنت لما تيجي القداس بدري من يحبني يبكر إلي، من يحبني يبكر إلي. في مزمور باكر كمان بيقول لنا من أفواه الأطفال والرضعان هيأت صبحا، من أفواه الأطفال والرضعان هيأت صبحا. هو ده الزيت برضو بتاعنا. في مزمور عشية بيقولك بارك ربنا، وفي مزمور باكر بيقولك من أفواه الأطفال والرضعان هيأت صبحا. حياة التسبيح وحياة الشكر وحياة أنك تبارك ربنا هو ده الزيت اللي هيكون في مصباحك. في إنجيل باكر ومعلمنا يوحنا وكان بيكلمنا على المرأة السامرية، المرأة السامرية نتعلم من لقاء السيد المسيح مع المرأة السامرية تعليم وعظة جميلة جدا. نتعلم من السيد المسيح الكلمة الحلوة والأسلوب الطيب بنكسب بيه الناس كلها. المرأة السامرية كانت عنيفة جدا مع السيد المسيح في أول اللقاء، لكن ربنا كلمها بأسلوب حلو خالص، السيد المسيح كلمها بأسلوب حلو خالص، كسب المرأة السامرية وأصبحت مبشرة لكل أهل السامرة، وأصبحت فيما بعد من المبشرين باسم السيد المسيح. هو ده برضو الزيت، لما نبارك ربنا ونسبح ربنا ونعمل أعمال كويسة زي المرأة ساكبة الطيب، ونتكلم مع الناس بأسلوب حلو ونكسب الناس ونكلمهم من غير تعالي من غير تكبر، ونكسب الجميع إذا كان صغير أو كبير. هو ده الدرس اللي نتعلمه من لقاء السيد المسيح مع السامرية. وقال لها يا سيدي، هي قالت له يا سيدي اعطيني هذا الماء، يا سيدي اعطيني هذا الماء. كانت بتتكلم برضو مع ان امرأة سامرية وامرأة بعيدة خالص عن ربنا، لكن برضو هي كان عندها ضوء بسيط خالص ان هي بتتكلم كويس. قالت يا سيدي اعطيني هذا الماء. السيد المسيح كان بيكلمها برضو بالأسلوب الحلو عشان يكسبها، بيقول كده قال لها يسوع حسنا قلت. كان السيد المسيح بيمدح كل كلمة، بيمدح الكلام بتاعها ويقول لها حسنا قلت. كمان في آية تاني بيقول هذا قلت بالصدق، بيمدح كلامها وبيمدح الأمانة بتاعتها وأنها تكون إنسانة صادقة في كل كلمة. ربنا بيعلمنا كمان إن إحنا لازم نتكلم بأسلوب حلو وأسلوب طيب مع الجميع، مع اللي يستحق إن إحنا نكلمه بأسلوب كويس، ومع غير المستحقين إن إحنا نكلمهم بأسلوب كويس. لازم أنت تكون ينبوع بيزقي الناس كلها، لازم تتشبه بالسيد المسيح إن ربنا يمطر على الصالحين والطالحين.
يمطر ربنا على الناس كلها. لازم انت كمان بتتكلم كويس وتستخدم اسلوب كويس مش مع الناس العظيمة بس، لازم تستخدم الاسلوب كويس مع الانسان البسيط كمان. هو ده الزيت اللي هيتحط في مصباحك، لازم تهتم بالزيت عشان لما تقابل العريس السماوي. السيد المسيح كمان قال لها يا امرأة صدقيني، اسلوب رب المجد بيخلي الواحد يعجز عن الكلام، كان اسلوب جميل جدا. في رسالة معلمنا بولس الرسول وفي قراءات النهاردة إلى أهل أفسس بيقول سيروا إذن كأولاد النور. لازم نمشي في طريق ربنا وإن احنا نكون ولاد النور عشان ده يكون رصيدنا إن في المصباح بتاعنا. كمان عشان نزود الزيت في المصباح بتاعنا يقول كده لا تشتركوا في أعمال الظلمة. لما نمشي في طريق الشر المصباح بتاعنا هيفضى، لما نمشي في طريق الشر الزيت اللي في المصباح سوف يجف، وحينما يأتي العريس مش هنقدر نستقبله، مش معانا زيت هيقدر نستقبل العريس. بيقول كده كمان في رسالة البولس لأهل أفسس بيقول لأن الأمور التي يفعلونها سرا ذكرها من أيضا من العار. في أمور الخطاة بيعملوها في السر، بيقول إحنا مجرد إن إحنا نذكرها بألسنتنا ذكرها أيضا من العار، من الكسوف خالص ومن الخجل إن إحنا ننطق هذه الأفعال الشريرة اللي بتتعمل في الخفاء. كتير مننا عنده الخطايا المحببة اللي بتتعمل في الخفاء اللي بيتكسف منها إن هو يقولها في اعترافاته وبيقولها بخجل شديد. هي دي الأعمال اللي بنعملها سرا وذكرها أيضا من العار، ذكرها أيضا من العار، زي الإنسان اللي بيزني إن هو يكون مكسور أمام أب اعترافه ومش قادر ينطق يقول له أنا زنيت. لو كنت بتهتم بالزيت بتاعك في المصباح هتهتم بالأعمال كمان اللي بتعملها في السر. لازم زي ما بتهتم أعمالك تبقى كويسة قصاد الناس عشان الزيت بتاعك، لازم تهتم كمان إنك تعمل أعمال كويسة برضو في الخفاء، وإن تفتكر دايما إن ربنا شايفك وإنت موجود في الحضرة الإلهية. زي ما بيقول إيليا النبي بيقول حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه، حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه. دايما في كل عمل وفي كل فعل إنت بتعمله تذكر إنك واقف قصاد ربنا وإن ربنا شايفك، وإن ربنا شايفك وسامع ألفاظك وسامع الكذب وسامع أي حاجة وحشة إنت بتعملها. لازم تهتم بالزيت بتاعك. الزيت بتاعك هتجمعه في الوقت بتاعك وقت حياتك على الأرض، أي خلاص وقت ما ربنا هيسترد وديعته ووقت الامتحان بتاعك يخلص على الأرض، مفيش وقت تاني هتقدر تحوش فيه زيت على الأرض. كمان في الكاثوليكون في رسالة معلمنا بطرس الأولى يقول كده كونوا محبين متواضعين. يعني إحنا يا رب لما نحب بعضينا ونكون متواضعين إيه اللي يحصل؟ يحصل إن إحنا نزود الزيت بتاعنا. المحبة والتواضع والحاجات الكويسة وكل عمل خير إحنا بنعمله الرصيد بتاعك في الزيت. افتكر إنك هتنير مصباحك، هينير يبقى شكله كويس زي القديسين اللي طلعوا السماء، كان الزيت بتاعهم زيت مبهج زيت مضيء. بيقول كمان في الكاثوليكون غير مجازين عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة. ما نجازيش إن واحد شتمنا نشتمه، وواحد عاملنا بالشر نديله بنفس الشر، واحد أذانا نديله نفس الأذية، ونقول زي ما كان في الشريعة اليهودية عين بعين وسن بسن. لا يا رب احنا نعامل الناس بالخير، كونوا مقاومين للشر، كونوا مقاومين للشر. لازم أحبوا أعدائكم، باركوا لعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يضطهدونكم. هي دي الأعمال الحسنة. رسالة ربنا ليك النهاردة بيقول لك أخبار الأعمال الحسنة عندك إيه؟ زي ما أنت بتهتم برصيدك في البنك وتهتم برصيدك إن هو يزيد كل شهر أو يزيد كل فترة في البنك، وتروح تطمن وتتصل بالبنك وتشوف الرصيد بتاعك وهل رصيد يشرف لأسرتك عشان تشتري لهم حاجة أو عشان تجوز بناتك. لازم كمان تهتم برصيدك في السماء وتهتم بالزيت اللي هتحط في المصباح بتاعك. ولما تقف قصاد الديان العادل يا ترى هتقول له ايه؟ هتقول له ما كانش عندي وقت احوش شويه زيت وشويه اعمال حسنه على الارض. هيقول لك انت بالعذر ايها الانسان،
ويقول كده في الكاسيليكون: أما وجه الرب فضد فاعلي الشر. أنت لو ماشي في طريق الشر ربنا هو اللي هيقف لك، ربنا اللي هيقول لك كده كفاية، ربنا هيديك فرصة واثنين وثلاثة أنك تمشي في طريقه، لكن لما بتبعد ربنا هيضطر يديك ضربة من عنده ترجعك تاني. زي الراعي الخراف كده لما بيمسك العصاية بتاعته ويخبط على ظهر الراعي، ظهر الخروف بتاعه، ويقول له ارجع، ويمد العصاية العكاز بتاعه اللي ليها رقبة ويسحب الخروف تاني لوجه الرب ضد فاعل الشر، ضد فاعل الشر. ويكلمنا كده لبراكسيس عن حادثة بولس قديسنا العظيم بولس الرسول لما كان موجود في مكان وجه نبي وكتف نفسه قالوهم صاحب هذه المنطقة سوف يعذب ويربط في أورشليم، قالوا له لا ما تروحش، فبولس الرسول قال لهم لا لازم أروح أورشليم. ففي آية حلو خالص في الآخر بتقول: لتكن إرادة الرب. هم خلاص مش قادرين يعملوا حاجة مع بولس الرسول، وهو مصر أن يروح أورشليم عشان يقابل عذابات ويقابل أن هم يربطوه وأن هم يبعتوه لروما وأن هم عايزين يحكموه. ونقول: لتكن إرادة الرب. يا ربي إذا كانت مشيئتك أن احنا نمشي في طريقك، وده كان فعلا أنت يا رب مشيئتك، عاوزنا كلنا نبقى ماشيين في طريقك، عاوزنا كلنا يبقى المصابيح بتاعتنا مليانة بالزيت. وفي إنجيل القداس بيفكرنا برضو بالعذار الحاكمات والعذار الجاهلات، والجاهلات ما كانوش مهتمين والحياة كانت واخداهم ونسيوا خالص إن هم في عريس جاي، نسيوا خالص إن ربنا هيجي ويحاسب كل الناس. العذار الحاكمات كانوا مستعدين ليل نهار، كانوا بيملوا في المصابيح بتاعتهم، لكن عذار الجاهلات بيقولوا للعذار الحاكمات: أعطينا من زيتكن. ما ينفعش، كل واحد سوف يحاسب على أعماله، مش هناخد رصيد من غيرنا ونقف قصاد ربنا نقول له عشان خاطر فلان كان أعماله كويسة إحنا نقف قصادك. لا يا رب، كل واحد فينا هيتحاسب على قدر الزيت اللي في الإناء بتاعه. ربنا بيدعونا النهاردة ورسالة شخصية لكل واحد فينا، بيقول لنا: اسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة. اسهر واملى مصباحك بزيت النعمة، املى مصباحك بزيت البركة، املى مصباحك بالأعمال الجيدة، املى مصباحك زي ما كان الأنبا إبراهام بيملى مصباحه بالعطاء. يا ربنا يدينا نكون زي أبائنا القديسين اللي اهتموا إن هم يملوا المصباح بتاعهم بركة. ميم مصاف قديسيك ولإلهنا المجد دائم أبدين أمين.